بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل الخير متابعيني كرام، متابعي قناة يوميات دودو. الفيديو النهاردة إن شاء الله هفرجكم فيه على مشترياتي من جاليري الصغير. عايز أقول لكم إن جاليري الصغير هو محل للتحف والأنتيكات، موجود في محرم بيك في اسكندرية. ممكن يبقى اهالي اسكندريه يبقوا عارفينه. تابعت الصفحه بتاعتهم من خلال الفيسبوك ولقيت فعلا منتجاتهم جميله جدا، وعندهم حاجات يعني عايز اقول لكم فعلا تحف. فطبعا محرم بيك هي بعيده عني شويه، فانا عملت اوردر والحاجه لسه وصلاني اهي من شويه. تعالوا كده نتفرج عليها. عايز اقول لكم ان هم جايبين كشف الحساب بتاع الاوردر، وكان مكتوب فيه مرفق هدية مع الاوردر. تقريبا هي دي الهدية، لان انا الطقطوقة دي انا ما كنتش طلبوها في الحقيقة، جابوها ايه. واضح ان هي دي الهدية المرفقة، ما شاء الله يعني قيمة جدا. عايز اقول لكم تمام، دي كده اول علبة. هما اتنين على فكرة، طقطقتين اهم زي بعض. طبعا التغليف واضح ما شاء الله حلو جدا. هفتح العلب كلها وبعد كده نشوف اوريهم بقى لما نفرشها يعني ونحطها في اماكنها. تاني علبة اهي مع بعض نشوف. طبعا احنا كده ايه دخلنا في الاوردر نفسه اللي انا كنت طالباه. ايوه تمام، هو دوت الطبق اللي انا كنت طالبه على اساس ان هو هيتحط على السفره، طبق فتحه. ده برضو هيبان لما يتحط في مكانه. تمام، دي بقى الحاجة اللي انا كنت طالباها اهي. كنت طالبة اتنين شمعدان. عايز اقول لكم ان الشمعدان هو يعني ايه نفس الطقم بتاع، هو كل طقم واحد يعني، او كلها رسمة واحدة نقشة واحدة. طبق الفاكهة مع الاتنين شمعدان اهو، طقمين كده دلوقتي. وهنا بقى دوت البونبونيرة. بس كده، اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. القاكم ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.